كان اعلم ذلك واعرف يعني علاقه حضرتك بالاستاذ ابراهيم نافع. أنا الصدمة لو إنها كانت متوقعة، لكن لما بتقع المصيبة فعلا بيبقى شيء مؤلم جدا على الإنسان. هذا الرجل اللي سيادتك تتفضل بالحديث عنه، كتر خيرك إنك أنت بتوفيه بعض حقه في الأشياء اللي ذكرتها. إنما أنا عايز أقول لسيادتك أن المرحوم الأستاذ إبراهيم نافع قتل عدة مرات، قتل عدة مرات، عدة مرات، ولكن ربنا نجاه في كل مرة إلى أن جاء الأجل. الحقيقة أنا يعني علاقتي بالأستاذ إبراهيم نافع تمتد إلى سنوات بعيدة، وعشت معاه أحلك الظروف اللي مر بيها، وللأسف الشديد كان المتوقع دائما أن تأتيه المطاعن من الأغراب، ولكن المطاعن والخناجر التي طعن بها مرحوم الأستاذ إبراهيم نافع أتت من زملاء له، بعض الزملاء، من زملاء له، زملاء له، زملاء. نعم. وبالتالي شيء مؤسف جدا ان سيادتك بعد الاستاذ ابراهيم نافع، ما اولا كان عضو في مجلس الشورى، وفي سنه 2005 لما تقرر تغيير رؤساء الصحف القوميه كان من ضمن اللي اتغيروا. ف للأسف الشديد قدمت ضده شكاوى كثيرة من زملاء له، وكانت بتحقق في القضاء، ومنهم ناس هو خدمهم ومنع الحبس عنهم، وكانوا أول من طعنوه. وأنا أذكر رحمة الله عليه، ما كنت أكتب المذكرات للجنة التشريعية في مجلس الشورى، لن أنسى تلك الأيام، لن أنسى تلك الأيام، لأنه كان يعلم إن أنا بقعد أكتب في بيتي، فكان يجي لي رحمة الله عليه ويقعد معايا لغاية الصبح، حتى إنه كان في كثير من الأحيان يغلبه النعاس وينام على كنبة عندي في البيت، لكن ولأنه كان مش قادر يصدق وأنا قاعد أكتب وهلم جرة. مرينا من هذه المحنة الشديدة، وتولى كان التحقيق قاضي تحقيق، وحقق كل هذه الادعاءات وأصدر فيها كلها أوامر حفظ إنها غير صحيحة كلها، وما صدقنا الأمور بدأت تهدأ والرجل يسترد أنفاسه، وكنت دائم اللقاء بي وتردد عليه في بيته، إلى أن حدث ما حدث في 2011. هو في المرة الأولى لما قتل، في المرة الأولى كما ذكرت لسيادتك، مرض لأول مرة وأصيب بالسرطان، وسافر إلى فرنسا وقابلته أنا في فرنسا، وعمل عملية خطيرة وكان يتماثل للشفاء الحمد لله. وبعد كده فوجئنا بعد 2011 بسهام الغدر تتكرر مرة أخرى، والرجل آثر إن هو يبتعد حتى لا يتعرض لإجراءات، قال لي أنا ما أقدرش أتحملها، وكان العمر يتقدم بي، وكان دائم التعبير عن إنه ما يقدرش يتحمل إجراءات من هنا ومن هنا، وشكاوى بقى.
التعاقد عندك ده عمل، ده سوى، ده مش عارف ايه، كل الانجازات العظيمة اللي عملها، مش هقول لسيادتك لجماعة الصحفيين ولا للأهرام، اللي عملها لمصر، كل ده محدش كان بيبص له، كانوا قاعدين بس يلصقوا بيه الاتهامات الباطلة كلها. في سنة في أوائل التسعينات قال، نقل للجميع خبر مؤكد أن الدولة تئن من دعم المؤسسات الصحفية القومية، وإن الدولة هترفع الدعم اللي بتقدمه لهذه المؤسسات، وإن على هذه المؤسسات إنها تشيل روحها بقى، اصرفوا على نفسكم بقى. الجرنان زي ما سيادتك عارف بيتكلف كتير، وعمره ما بيتباع بسعره أبدا، لأن ده يعتبر زي رغيف العيش، لازم الجرنان يبقى في متناول اليد. ورغم زيادة الأسعار، أسعار بيع الصحف شيئا فشيئا، لكن ما كانش يفي أبدا. يعني الجرنان بيتكلف أكتر من 7 جنيه حاليا، بيتباع ب2 جنيه. فكل الفلوس دي هتيجي منين؟ فكر واجتهد، وهو أصلا محرر اقتصادي، وأنشأ شركة اسمها شركة الأهرام للاستثمار، وعلى غرارها أنشئت أيضا شركة أخبار اليوم للاستثمار. ثم حصل تزاوج بين الشركتين، وبقت الشركة المصرية للاستثمارات المتعددة، كل ده بهدف إيجاد مورد فلوس تيجي عشان تعوض فرق السعر ما بين الصحيفة وما بين التكلفة، وفي نفس الوقت أجور العاملين والتكاليف الضخمة اللي التكلفة ضخمة جدا. وكان في هذا الخصوص الحقيقة يعني في منتهى 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 الحرص والدقة، وكان قراراته كلها خارج الصندوق، يعني ما كانش يتقيد لا بقرارات لا بلوائح ولا بتاع، إلى حد كبير جدا عندما يتحزب الأمر كان ياخد القرار ويتحمل مسؤوليته، لأن اللي كان بيحاسبوه عن ممارسة هذه المسؤولية ومباشرة مقتضياتها كانوا فاهمين كويس قوي أنه يبتغي أصلا الصالح العام. وكانت النتيجة أنه بعد 2011 قدمت ضده شكاوى أخرى من نفس المجموعة، وللأسف الشديد بقى يحقق فيها مرة أخرى، واتهم في ذمته المالية بأنه تكسب كسبا غير مشروع. الحاجات دي بقى بتطول، والخبراء وخبراء الخبراء واللي واللي، فهو كان في حالة تدهور من الناحية الصحية، وكان دايما يقول لي مش نفسي أدفن في مصر بس، يقول لي نفسي أموت في مصر، نفسي أرجع عشان أموت في مصر. وآخر لقاء وجها لوجه بيني وبينه كان في فبراير الماضي، قابلته، كان عندي حاجة مهمة في دبي، وعرف إن أنا رايح لمدة 24 ساعة، فجالي اللوكندا الساعة 10 الصبح، وقعدنا نتكلم لغاية الساعة 12، ونزلت رحت المطار ورجعت. كان في منتهى الألم، وكان في منتهى الحزن، وكانت أمنيته إنه يرجع. لما تواصلنا بعد ما رجعت و اتفقنا على إنه يجي، قلت له خلاص توكل على الله تعالى ونواجه الموقف زي ما واجهنا مواقف كثيرة قبل كده، وإن شاء الله خير. واتفقنا على هذا إلى أن